السلام عليكم كبداتي، السلام عليكم يا احلى متابعين ديال قناتي وقناتكم كي ديما قناه كوثر فلوك. شكرا لكم مره اخرى على التشجيعات ديالكم وعلى التعليق ديالكم الراقي والبناء، واللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي ما تنسونيش البنات عافاكم باللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم تحت الطلب المتتبعات ديالي الغاليات على مشكل اللي كيعانيو بزاف ديال النساء، ومشكل البواسير اللي كيألم النساء بالخصوص اللي تيجيهم فتره الحمل او الجلوس لفترة طويلة فوق المرحاض، الإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن، يعني تتكون أما البدانة أو من التغذية ما تتكونش عندنا منتظمة، أو الإجهاد أثناء التبرز. وهذا المشكل كيعانيو منه بزاف النساء أثناء الحمل، بالخصوص البنات نساء الحمل كيعانيو من هذا المشكل. وقلة الماء، الإنسان ما كيشربش الماء يعني بكثرة. اليوم جبت لكم واحد المكون معجزة، مكون واحد اللي غادي يهنيكم من هذا المشكل. خليكم معايا مع المكونات هذه الوصفة. بركة الله، بالنسبة للمكون الأساسي والرئيسي لنا في هذه الوصفة اليوم هو البصل، والبصل الأحمر بالخصوص عنده فوائد رائعة بالنسبة لهذا المشكل عندنا ديال البواسير الخارجية أو الداخلية المنتفخة اللي تتكون عندنا، خصوصا كنلاحظها بزاف عند النساء، خصوصا النساء اللي من بعد الولادة أو لا النساء بصفة عامة، ومهم تتكون عند بعض الرجال لكن ماشي بزاف بحال النساء. المهم كيف ما كتشوفوا معايا المكون الاساسي هو البصل. بالنسبه ناخذ بصيله وحده حمراء، ناخذ القرده كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نقردوا البصل ديالنا. قلت لكم البنات من الاحسن يكون البصل الاحمر، كناخذوا بحال هكذا القرده ونقردوه دوائر. من بعد ما قطعنا البصل ديالنا الاحمر هكا دوائر كيف ما كتشوفوا معايا البنات، دابا غادي نردهم على النار. خليكم معايا البنات، غادي نردهم بحال هذه الطريقه في العافيه. المهم كتشعلي البوطه، الا عندك شي حديده استعمليها، ما عندكش ديريها ديريكت صافي، حتى تحمر لينا مزيان، تشوط لينا مزيان ولا تحمر لينا البصل ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. نتمنى نكون تنشرح لكم البنات مزيان، خصوصا عندي بنات يعني ماشي هي المغرب بوحدو، بنات الجزائر، بنات ايطاليا وبزاف ديال البلدان، نتمنى نكون تنشرح لكم مزيان. المهم كيف ما كتشدوا كتقطعي البصل دوائر وكتردها هكا في العافيه، حتى يعني كتحرق لينا البصل مزيان. المهم البنات كتشوفوا معايا البنات كنخليو على النار كيف ما كتشوفوا معايا حتى تيولي على هذا الشكل. المهم هذا هو الشكل اللي تيولي به البصل. المهم كتخليه حتى كيتحمر مزيان في النار، حتى كنخليوه في النار حتى تيولي لينا بحال هذا الشكل البصل ديالنا، وكتعطي الرائحه ديالو. من بعد الى عندكم عمود المهراز غادي تدقوه فيه، انا البنات ما عنديش، غادي نستعمل آلة عاديه ديال الطحن ديالنا، غادي ندير فيها داك البصل، غادي نزيد عليها زيت البلديه اولا زيت الزيتون، يعني زيت البلديه اولا زيت الزيتون، شويه ديال زيت الزيتون ونطحنها. اللي عنده البنات عمود المهرز يستعمل عمود المهرز، بالنسبه لي انا ما عنديش، يعني لا ما عندكش صافي دق عليها في العصار. من بعد البنات صافي، من بعد ما كنطحنوا كيكون لينا بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، واللون هذا الشكل كنضيفوا ليه الزيت الزيتون ولا الزيت البلديه، وكنبقاو كنحركو مزيان. صراحه وصفه رائعه غادي ترحموني عليها، حيت الالم ديالهم صراحه صعيب، الالم البواسير خصوصا الا كانت منتفخه، والخارجيه بالخصوص تتكون تتالم بزاف. صافي البنات، من بعد كتاخدي القطن او لا كومبريس على هذا الشكل، يعني طريقه الاستعمال هذا البصل المحروق، يعني كتاخدي قطن او لا كومبريس كتداري من بعد البنات ما تنظفوا، راكم تتعرفوا بعد تنظيف المنطقه اللي بينا نعالجوها كنظفوها مزيان، ما نخليوهاش مبلله يعني تكون منشفه معقمه بزاف 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 البنات. ونوصيكم اي واحد عنده المشكلة خصو تنظيف باستمرار
كل مرة يدخل الحمام ضروري ما يغسل مزيان منطقة تما، خصوصا يعني بالصابون اللي ما تكونش فيه الرائحة، ديما تما التعقيم بالصابون اللي ما تكونش فيه الرائحة يعني يكون طبيعي. صافي من بعد كتاخدي بحال هاد الشكل في كومبريس ولا قطن، يكون معقم ما يكونش قطن فيه شي ميكروب ولا شي حاجه، اولا من الاحسن البنات كومبريس تاخذوهم باغا فارماسي وتكونوا تستعملوا في هاد الوصفه وتحطوها نيشان في المنطقه اللي عندكم مشكل، يعني مع الصباح الباكر كي تفيقي تغسلي المنطقه مزيان، تنظفيها تعقميها وتنشفيها مزيان، وتاخذي بحال هاد الشكل من هاد المكون اللي استعملت معكم اليوم وتديريه في المنطقه واحد في الصباح ومره ثاني قبل النوم، يعني في يوم واحد ان شاء الله غادي يحيد لنا الالم تاع البواسير وغادي يختفوا نهائيا يا ربي. والمهم البنات الا ما اختفوش في النهار الاول استعملوها 3 ايام، من بعد ان شاء الله ردوا عليا الخبر كي غادي تحسوا بالبواسير واش ما يعني بداك الانتفاخ تحيد والمعالجه ديالو انه تعالج كل شيء ان شاء الله باذن الله. المهم هذا هو العلاج الطبيعي اللي صراحه كي قلت لكم في العنوان معجزه في العلاج هذا المرض اللي صراحه اللي حط بزاف ديال الناس ومشكل كبير اللي كيسببوا الناس بمكون واحد راه شفتوه طبيعي، ولكن اهم حاجه هو تفرجوا في لا فيديو كامل باش تشوفوا طريقه الاستعمال والطريقه كي استعملته. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مع هذا الشيء الطبيعي والوصفات الطبيعيه، بالنسبه للبوماده صراحه رائعه باش تعرفوا البنات راه انسان اللي ديز من الحاجه راه ميمكنش ما يكونش عنده هادشي. تيتانوغين بالنسبه لهاد البوماده صراحه شي حاجه رائعه في البواسير، خاصه الا كانت عندك الخارجيه المنتفخه او حتى الداخليه، المهم البنات شي حاجه طوب. هادي نتمنى البنات نقربها لكم باش الا بيت سكرينيوها، شي حاجه واعره في الانتفاخ كتحيد الالم صراحه شي حاجه رائعه. البنات نتمنى لا عجبكم لا فيديو ديالي وغادي يعجبكم لا فيديو ديالي وغادي يفرحكم حيت طحت الطلب ديالكم، وبزاف ديال النساء والرجال حتى هما راه كيعانيوا من هذا المشكل. الا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساونيش باللايك، الله يعطيكم الستر باللايك، كثروا ليا من اللايك والبارطاج باش تعمل الفائده الناس ويستافدوا، والله يعطيكم الستر عقب تفرجوا في لا فيديو كامل باش حتى انا نستافد، حيت تلقي المحتوى النقي والقناه اللي تتكون نقيه ما تيكونش المده تاع الدقائق، يعني كيتفرجوا الناس بزاف، يعني كيدوزوا الناس كيدوزوا يعني العناصر اولا المكونات وتتكوني حتى انت ما تستافديش. والبنات شجعوني حتى انا باش نجيب لكم الحاجه اللي تستافدوا منها، واهم حاجه كي تنقول لكم مصداقيه وشي حاجه اللي تكون قبط لايك. البنات نتمنى يغرقكم ويعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساونيش انني كنحمق عليكم ربي اللي شاهد، غير خطيكم عليا وفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.